إذا كنت تقدر الجهد المبذول في فيديوهات ماذا لو وتريد مشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات، تستطيع دعم القناة مقابل مبلغ رمزي من خلال زر الانتساب والاستفادة من الكثير من المزايا الأخرى. دعمكم يزيدنا عزيمة على تقديم الأفضل. ما الذي سيحدث لو فجرنا أكثر الأسلحة النووية التي عرفتها البشرية فتكاً في أعمق نقاط المحيط؟ بالتأكيد ستدمر أمواج تسونامي التي سيصل ارتفاعها إلى مئات الأمتار المدن الساحلية، كما ستسوي الزلازل بلداناً بأكملها بالأرض، وسندخل شتاءً نووياً جراء البراكين الجديدة التي ستندلع. ربما ستتمزق الأرض إرباً أو ستقذف خارج مدارها. حسناً، حالياً تقع أعمق النقاط التي يعرفها البشر على سطح الكرة الأرضية داخل خندق الماريانا ترانش، والماريانا ترانش هو واد عميق جداً يقع على حافتي صفيحتين تكتونيتين، والمقطع العرضي له سيبدو كجبل مقلوب رأساً على عقب، ويصل عمقه إلى حوالي 11 كيلومتراً تقريباً، أي ما يعادل 3 أضعاف القبر المظلم الذي ترقد التايتانيك على قاعه، وهو واحد من أواخر الأماكن المتبقية على سطح الأرض والتي يترتب على البشر اكتشافها. يبلغ الضغط في خندق الماريانا 1000 ضغط جوي، ويسود البيئة هناك ظلام حالك، وهي بيئة نظيفة نسبياً بفضل غياب البشر عنها. إنه لمكان عظيم لاختباراتنا النووية، سنستخدم أكثر الأسلحة النووية التي فجرها البشر فتكاً على الإطلاق، وهي قنبلة RDS-220 الهيدروجينية أو قنبلة القيصر تسار بومبا. فقد كان انفجارها شديداً للغاية، حتى أن موجة الصدمة انتقلت حول الأرض 3 مرات، وامتدت سحابة الفطر الناجمة عنها لقطر 56 كيلومتراً في الجو. كانت موجة الصدمة من القوة بحيث دمرت كل شيء على امتداد مساحة تبلغ 1000 الكيلومترات المربعة، كما كانت كرتها النارية حارة بما يكفي لتشعل الأنقاض، ومثل هذه القنابل تطلق طاقة هائلة تكفي لتبخير بحيرة بأكملها. وإن فجرنا مثل هذه القنبلة في خندق الماريانا، فهذا ما سيحدث بالضبط. لنسحب زر الأمان. في الميكروثواني الأولى يبدأ الوقود النووي تفاعله المتسلسل لينفجر بطاقة 50 ميجاطن من TNT، وسيضيء وميض ضوئي خاطف للأبصار خندق الماريانا للمرة الأولى في التاريخ، وستنتج حرارة الانفجار تكهفاً وفقاعة مشتعلة من بخار الماء ونواً مشعة وبقايا أسماك لم تكن محظوظة أبداً. تكبر الفقاعة بسرعة مع تبخيرها للماء المحيط بها، وسيكون ضغط الفقاعة عظيماً وتمتد نحو الخارج كما لو لم يكن في طريقها شيء، مرسلة موج صدمة تتحسسها محطات رصد الزلازل والحيتان حول العالم. وبعد ذلك ستتوقف بالسرعة ذاتها التي بدأت بها. أما لو كان الانفجار على الأرض، ستكبر فقاعة الكرة النارية هذه لتبلغ 10 كيلومترات في الثانية التي تلي الانفجار، إذ بالكاد يتمكن الغلاف الجوي من كبح تقدم هذه الفقاعة، لكن الضغط في خندق الماريانا يكون أعظمياً، وبوجود ارتفاع من الماء يبلغ 11 كيلومتر، سيشبه التواجد في الماريانا السحق بمكبس هيدروليكي مع كل اتجاه. الآن وبعد ثانية من الانفجار يكون قطر فقاعتنا 1 كيلومتر، لكنها لا تلبث أن تبدأ بالتقلص، فبتوسع الفقاعة تفقد الضغط إلى أن يقوم الماء بإعادتها معيداً ضغطها من جديد. ستكون هناك لعبة شد حبل بين الفقاعة النارية المميتة والماء تشبه الكر والفر بينهما، حيث تتمدد الفقاعة وتتقلص لتخسر المعركة في النهاية لحسن الحظ، ويكون الضغط حول الفقاعة كبيراً جداً إلى أن يبدأ الماء المضطرب حولها بتفجيرها لتصبح ما يشبه المكافئة لسحابة الفطر تحت الماء بتفككها إلى العديد من الفقاعات الحارة الأصغر والنشطة إشعاعياً التي تشق طريقها نحو الأعلى.
وبينما يتقدم انفجارنا الهائل نحو السطح، لن يترتب على هذا التقدم شيء باستثناء موجة صغيرة وعمود فقاعي من الماء الدافئ المشع في المحيط الهادئ، ولن تصل أي موجات تسونامي اليابان أو كاليفورنيا، رغم أن القوارب والحيتان الموجودة في المنطقة قد تمر بأوقات سيئة، وسيخفف الغبار المشع في مياه المحيط الهادئ بعد عدة أيام من الانفجار، رغم أن كمية لا بأس بها من الماء والأملاح المشعة ستتمكن من النفاذ إلى الغلاف الجوي حيث تتجمع لتهطل أمطاراً مرة أخرى. لكن يتضح أن الخطر الحقيقي لانفجارنا يأتي من إثارته الزلازل واندلاع البراكين، أليس كذلك؟ قد لا يحدث ذلك حتى لو فجرنا القنبلة في الخندق حيث تلتقي الصفائح التكتونية تماماً. سيؤخر الانفجار جزءاً من قاع المحيط محولاً قسماً من الرمال إلى زجاج، لكن معظم الطاقة ستمتصها المياه ولن تتحول إلى موجات زلزالية. وكما نعلم يشيع حدوث الزلازل على حدود الصفائح التكتونية، وتحدث الزلازل التي لها شدة تلك الحادثة بسبب قنبلتنا مرات عديدة في العام الواحد دون الحاجة إلى افتعال كارثة كهذه، لكنها قد تؤثر على مدار الأرض. إلا أنه طالما لم تؤخذ من الأرض أي كتلة أو تضاف إليها فلن يتأثر مدارنا على الإطلاق. وللعلم كان عدد الاختبارات النووية التي جرت في الأعوام 70 الأخيرة يفوق 1000 وهي لم تغير مدارنا، فما الذي يجعل من هذه المرة مختلفة؟ إن أشد القوى التي بإمكان البشر إطلاق العنان لها مثيرة للضحك إذا ما قورنت بقوى الطبيعة، فكوكبنا كبير جداً ولا يكترث بما نفتعله. لذا بالعودة إلى تساؤلنا، ما الذي يحدث لنا إن فجرنا قنبلة نووية في أعماق المحيط؟ نوعاً ما يمكن القول لا شيء. يخرج علينا المنجمون والعرافون كل عام بقصص مختلفة لنهاية العالم، وكثيراً ما يخطر على بالنا مثل هذه الأفكار على الأقل مرة واحدة في حياتنا، وعامة جميعها ترتبط بنهايات مخيفة مثل ثورة بركان هائل وحتى حرب نووية. ولكن ما الذي يحدث إذا اجتمعت قوتان عظيمتان معاً؟ على سبيل المثال إلقاء قنبلة نووية في فوهة بركان هائل، وهي تبدو فكرة مجنونة ومستحيلة، وحتى أنه لا يتجرأ أي بلد للتخلي عن سلاحها النووي من أجل تفجير بركان، أو ربما فعلت لكن من أجل صالح البشر. مثل هذه الحالة حدثت في تاريخ البشرية حيث قصف عمداً بركان من أجل إبعاد الحمم البركانية عن المدن. في السبعينات قرر علماء أمريكيون بالاستعانة بسلاح الجو الأمريكي لقصف أكبر بركان في العالم مونا لوا، وبالرغم من 3 محاولات من الضربات النووية لتحويل مسار الحمم لم تتوج العملية بالنجاح بسبب الانبعاثات المتوهجة من البركان، وسارت الحمم مباشرة إلى المدينة رغم أنف الجميع. لكن ما الذي سيحدث إذا قرر شخص ما تكرار التجربة؟ وما الذي سوف تؤدي إليه؟ وما هي فرص بقائنا على قيد الحياة؟ أولاً، في حالة إلقاء القنبلة على بركان عادي الذي في العادة يكون على قمة جبل وذو شكل مخروطي، لن يتأثر النشاط التكتوني للبركان، والبركان سيظل خامداً مع بعض سحب دخان تنبعث منه، وسيبدو مثل فرن بدائي في قرية. لكن بالطبع لن يمنع هذا الإشعاعات نتيجة لضربة نووية، والسبب في ذلك هو نصف قطر انفجار القنابل النووية القوية، أنه صغير بما يكفي للوصول لخزان البركان. فمثلاً القنبلة التي ألقيت على ناجازاكي عام 1945 كان نصف قطر انفجارها 200 متر. وعلى سبيل المثال جبل سانت هيلين، إلقاء قنبلة نووية عليه يمكن أن تدمر القنبلة الفوهة فقط، لكن إن ألقيت القنبلة وقت ثوران البركان فاحتمال ظهور التأثير سيكون أعلى بكثير. وإذا ما ألقيت قبل انفجاره بساعة مثلاً سوف تسرع عملية الانفجار أكثر من المعتاد. أما إذا تم قصف بركان فائق الذي يختلف عن المخروطي العادي الموجود على قمة جبل،
وعادة ما ينتشر تحت طبقة رقيقة من الأرض على مساحة شاسعة، وينبض بالصهارة الحارة في أراضي هذا العملاق الذي يمكن أن يستوعب العديد من البراكين. ومع ذلك من غير المحتمل أن توقظ قنبلة نووية بركاناً فائقاً، لأن مركزه يقع على عمق 8000 متر. ومهما تكن لحظة إلقاء القنبلة في أثناء انفجار إحدى هذه البراكين، وهذه أيضاً لحظة نادرة لا تحدث إلا كل 17,000 عام، ولكن على كوكب الأرض يوجد 20 بركاناً فائقاً، فمن الممكن أن يقرر أحدها أنه حان وقت استيقاظ جديد يبدأ نشاطه في تلك اللحظة. وطبقاً لبعض القواعد الحسابية البسيطة، ربما يبدو أن حضارتنا محظوظة بشكل لا يصدق، حيث في الآونة الأخيرة بدأ بركان يلوستون في الولايات المتحدة بإظهار بعض النشاط، وحتى أن علماء الزلازل في هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية يربطون بين الزلزال الذي ضرب ولاية أيدهايو وحيل هذا المارد النائم. وفي شهر يناير سجل المسح الجيولوجي للمنطقة حوالي 108 هزات أرضية ارتدادية في أكثر الأماكن سخونة من البركان على عمق 2 كيلومتر من التربة. ولكن وفقا لحسابات العلماء الأمريكيين، من غير المحتمل أن توقظ قنبلة عادية هذا الوحش. لكن ماذا في حالة ملكة القنابل الأسطورية قنبلة القيصر، التي يعتقد العلماء أن قطر تدميرها يصل إلى 3,000 متر؟ وفي حال إلقائها في البركان فيمكنها تهشيم سطح البركان مثل حبة جوز الهند، وستكون قادرة على إيقاظ هذا البركان المدمر، ويبدأ بإلقاء الحمم البركانية. وهذه اللحظة يصفها الدكتور روبرت أندروز، وهو عالم براكين من نيوزيلندا، أنه في الدقائق الأولى ستبدأ صورة جميلة لآلاف الطيور التي هجرت أعشاشها القريبة من البركان، والتي انطلقت مرة واحدة ترفرف بأجنحتها البيضاء في السماء، نتيجة لأنهم سيكونون أول من ينتبه للخطر، وسوف ينبثق من أحشاء البركان تيارات النيران مباشرة إلى السماء. أما السماء ستبدو للوهلة الأولى مكسوة باللون الأحمر، لكن بعد انكسار الهواء الساخن ستظهر جميع ألوان قوس قزح في السماء، ثم تبدأ الألعاب الشيطانية النارية في ملاحقة الطيور بسرعة لتحولهم إلى طيور نارية متوهجة في السماء. ثم يبدأ البركان في قذف الحجارة السوداء، محولا عالمنا الجميل في لحظة إلى جهنم حقيقية. صحيح أن هذه الأحجار لن تذهب أبعد من حديقة يلوستون، لكن تدفقات الحمم الساخنة سترجع درجة الحرارة إلى 400 درجة مئوية، وسوف تكتسح مساحة 10,000 كيلومتر. ومع درجة حرارة كهذه سيصبح البشر شواء وهم أحياء، ووفقا لتقديرات سيهلك حوالي 200,000 شخص، وسوف ترتفع إلى الغلاف الجوي سحابة قاتلة من الرماد البركاني على ارتفاع 50 كيلومتر، وجزيئات الرماد ستكون صغيرة، وحتى القماش الشاش أو الأقنعة لن تجدي نفعا مع هذا الرماد الذي سيخترق الرئتين، كما أنها ستتحد مع الوحل وتتصلب، بالإضافة إلى أنه بفضل إشعاعات القنبلة النووية يصبح الرماد مشعا بعد شهر من هذه الكارثة، وستختفي الأشعة على الأرض بسبب السحابة. حينها يبدأ شتاء نووي على الكوكب، وتنخفض درجات الحرارة إلى 50 دون الصفر في أجزاء كثيرة ومختلفة من الكوكب، وكنتيجة حتمية لغياب الشمس سوف يدمر الغطاء النباتي للأرض، بالإضافة إلى صعوبة التنفس بسبب الغلاف الجوي الملوث. لكن الأسوأ لم يأتي بعد، ثورة البركان سوف تجلب معها سلسلة من الكوارث الطبيعية بشكل لا يصدق، والأعاصير المدمرة والتسونامي، بالإضافة إلى زلازل قوية ستدمر المحطات النووية، وبالتالي سلسلة جديدة من البراكين المبعثرة حول العالم، وسيتغير شكل الكوكب جذريا نتيجة لهذه الانفجارات والكوارث. ومن المحتمل أن تغرق أمريكا الشمالية تماما وتصبح أطلانتس القرن 21. لكن ماذا لو لم يكن كل هذا صحيحا؟ في الحقيقة أقوى قنبلة نووية في العالم لن تستطيع أن تسبب انفجار بركان فائق على حد زعم عالم الزلازل فاليري روزيتش، وهو متأكد من أن الانفجارات حتى على أعماق كبيرة لن تسبب كارثة
بل سوف تتسبب في تحريك القشرة الأرضية محدثة بؤرا زلزالية، مما سيكون مفيدا في تصريف الصهارة المتراكمة إلى نواة الأرض بطريقة آمنة. وقد أجرى العالم من قبل دراسات أولية على بحيرة بايكال، وهو سعيد جدا بالنتائج ويؤكد أنه في حال حدوث انفجار لن تكون نهاية الحياة على الكوكب، لكن الحقيقة الكاملة لن تؤكدها دراسة أجراها عالم واحد. ومعظم العلماء يعتقدون أن الكارثة الحقيقية ستأتي من بركان انفجر قبل 74 ألف نسمة، وهو بركان توبا في إندونيسيا على جزيرة سومطرة. ويعتقد أنه بعد وقوع الكارثة تسبب على الأقل في 10 سنين شتاء بركاني للأرض، وحتى عصر جليدي يستمر لمدة 1000 عام، مما سيضع حياة البشر على المحك في حال انفجاره، وربما حتى يتسبب في تغير الجينات الوراثية بسبب الانخفاض الحاد في عدد السكان. لكن عالم الأنثروبولوجيا مايكل بيترول من جامعة كامبريدج بعد عدة دراسات توصل إلى نتائج مفادها أن عدد السكان لن ينخفض بشكل حاد، كما أن علماء ألمان بقيادة كلوديا تلمياك وضعوا نموذجا للثوران، واتضح لهم أن الانخفاض في درجات الحرارة لن يكون أكثر من 2 أو 3 درجات، وسيصبح الغلاف نظيفا خلال 23 عام. وبما أن الغلاف الجوي للأرض كبير جدا بدرجة لا يستطيع رماد البركان تغطيته تماما، لكن في البداية سيكون الهواء قذرا جدا، وسيكون على سكان الأرض الحياة في الملاجئ أو حتى سراديب الموتى تحت الأرض، حال توفر المواد الرئيسية للحياة من الطعام والمياه بكميات كبيرة. وربما خلال 1 أو 2 يستطيع البشر الخروج، ومع حلول الوقت الذي سيمتص الغبار البركاني كل الملوثات بالكوكب الذي سيتحول إلى معادن حقيقية، الهواء نظيف والمياه نقية وصافية جدا، حتى أن النفايات البركانية ستضيف كمية مذهلة وغير مسبوقة من البوتاسيوم والفوسفور للتربة، سينتج عنها غطاء نباتي رائع، وسوف تتحول الحقول إلى مائدة غنية بالحبوب والغذاء بكميات كافية ليس فقط للبشر لكن لكل الكائنات الحية، بالإضافة إلى وفرة في الكائنات التي تعيش في البحار، وكل ما تحتاجه قريب منك، يكفي أن تخرج إلى الحقول لتحصل على وجبة رائعة من الحبوب والفاكهة، وسيكون على مائدتك أفخر أنواع الأسماك البحرية المتوفرة بكميات هائلة. أما اللحوم ستوفرها الحيوانات الكثيرة التي ستكون في المراعي القريبة منك، وحتى الحضارة أيضا ستعود للظهور وتقفز قفزة كبيرة تصل إلى ذروة غير مسبوقة في التقدم. لكن هل هذه التوقعات المفرطة في التفاؤل حقيقية؟ هل نحن مقبلون على جنة؟ بالطبع لا، فأغلبية العلماء يعتقدون أن انفجار بركان يلوستون بقنبلة ذرية سوف يؤدي إلى هلاك 95% من البشر ودمار الحضارة الإنسانية. سيكون الأمر مثل تحرير مارد من زجاجة، وهناك من يعتقدون أن كابوس اندلاع يلوستون هذا مجرد خيال علمي. لكن أي الطرفين على حق؟ الله أعلم. تعد صورة سحابة الفطر واحدة من أكثر المشاهد المعروفة والمرعبة أيضا، بالرغم من انخفاض التهديدات النووية خلال العقود الماضية. كان هناك وقت في القرن 20 عندما جعل الانبهار والخوف من الأسلحة النووية الجميع حول العالم يفعلون أمورا جنونية إلى حد ما، فقد اختبرت دول العالم التي تملك أسلحة نووية على رأسهم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية هذه الأسلحة تحت الماء، في الجبال، في الجو، وحتى في الفضاء. ربما يمكننا تخيل كيف سيكون شكل هذه الانفجارات وماذا سيكون أثرها، لكن ماذا عن الانفجار الأخير؟ ماذا يمكن أن يحدث فعلا إذا انفجرت قنبلة نووية في الفضاء؟ لقد كانت تجربة ستارفيش برايم أقوى اختبار نووي في التاريخ. في 1962 حكومة الولايات المتحدة أطلقت قنبلة بحجم 1.4 ميجاطن من جونستون آيلاند، وتم تفجيرها أعلى 400 كيلومتر من المحيط الهادئ، أي ما يقارب ارتفاع مدار محطة الفضاء الدولية اليوم. ولد الانفجار كرة نار ضخمة، وخلق الانفجار طاقة تسمى بالنبضة الكهرومغناطيسية أو EMP التي امتدت إلى 1000 كيلومتر. النبضات الكهرومغناطيسية يمكن أن تسبب طاقة تندفع بقوة، والتي يمكنها أن تتلف المعدات الإلكترونية في التجربة،
وهذا الذي حدث لهذه التجربة في هاواي. صارت أضواء الشموع مظلمة وتعطلت الهواتف وانقطعت أنظمة الملاحة والرادار، ناهيك عن الأقمار الصناعية الستة التي تعطلت، وكل هذا من قنبلة حجمها 1.4 ميجاطن. قنبلة القيصر التي كانت أكبر قنبلة نووية تم تفجيرها على الإطلاق والتي كان حجمها 50 ميجاطن. لذا ما الذي سيحدث لو فجرناها أعلى الولايات المتحدة؟ في البداية يجب أن تعلم أنه لا يوجد غلاف جوي في الفضاء، لذا لن يكون هنالك سحابة على شكل فطر، ولن يكون هنالك موجة انفجارية ضخمة ولا دمارا شاملا. وبدلا من ذلك ستنتج كرة نار معمية حجمها 4 أضعاف كرة النار بتجربة ستارفيش برايمز. وإذا نظرت لكرة النار مباشرة في أول 10 ثوان من انفجارها يمكن أن تسبب لك الضرر الدائم في أعينك. حتى الأقمار الصناعية لن تكون بأمان، فالإشعاع من الانفجار سيعطل الدوائر الكهربائية لمئات من الأجهزة التي تكون في مدار قريب من الأرض، بما يشمل أقمار الاتصالات وأقمار التجسس العسكرية وحتى التلسكوبات الفلكية مثل مقراب هابل، بالإضافة إلى أن رواد الفضاء الموجودين في محطة الفضاء الدولية قد يكونوا عرضة للخطر من التسمم الإشعاعي. أما الأرض فستكون على ما يرام، الانفجار سيكون بعيداً بما يكفي عن الأرض وطاقة الإشعاع العالية لن تصل إلينا، لكن لا تكن سعيداً للنهاية. هل تتذكر الموجات الكهرومغناطيسية من تجربة ستارفيس برايمز؟ الموجة الكهرومغناطيسية هذه المرة ستغطي تقريباً ثلث الولايات المتحدة بالكامل. شبكات الطاقة المحلية والإلكترونيات ستتعطل بسرعة كبيرة جداً، ملايين من الأمريكيين سيقطع عنهم الكهرباء لساعات أو حتى لأيام. لكن هنالك أشياء جميلة أيضاً، فعندما يتفاعل الإشعاع مع الأكسجين والنيتروجين في الغلاف الجوي سينشأ جراء ذلك شفق مذهل بالقرب من موقع التفجير والذي سيستمر لأيام. لكن اطمئنوا، هذا السيناريو حالياً من المستحيل حدوثه. لماذا؟ لأنه ببساطة القنابل النووية الحرارية مثل قنبلة القيصر لم تعد موجودة الآن، وحتى لو كانت موجودة فهذه القنبلة تزن حوالي 27,000 كيلوغرام. هنالك اثنان فقط من الصواريخ التي تعمل يمكنها تحمل أشياء بهذا الثقل للفضاء في المكان الذي ذكرناه، لذا نحن آمنين منها على أي حال. تم إعداد هذا الفيديو بدقة كبيرة بفضل الحسابات التي أجراها الفيزيائيون في مختبر لوس ألاموس الوطني.